اهدأي ديانا. بنات، أهذا طبيعي؟ هل جاءت لمدرستنا لتتباهى علي؟ لا، هذا لن يحصل أبداً. إنها ليست من مدرستنا، عليها أن تذهب وتتباهى في مدرستها. صحيح. أتعلمون ما المضحك؟ الجميع يتسكع معها. حسناً، أتعلمون بنات، هذا كثير حقاً. جاءت لمدرستنا وتتسكع وتتباهى. أتعلمون ماذا؟ الجميع يهتم بها. أخبروني ماذا تظن نفسها؟ يعني ماذا سنفعل؟ ماذا سنفعل؟ سنذهب عندها ونقول توقفي عن التباهي كنوبا. لا يا أنا، لدي فكرة أفضل. نحن فقط علينا أن نحدث ضجة. فكرة جيدة، لكن كيف ستفعلينها إن كنت تجلسين في الحمام وتأكلين الشيبس؟ بنات، سأجد طريقة لأحدث ضجة، لكن لنذهب للتدريب الآن. أراهن أنني سأحدث ضجة حتى لا يكترث لها أي أحد. آمل ذلك ديانا. تباً كنوبا، أهذه قلادة ذهبية؟ أجل، ذهبية. هل جعلت شعرك؟ أجل، فعلت. اسمعي كنوبا، لنذهب ونتسكع في الحديقة اليوم. لا أعلم، الجميع يريد أن يتسكع معي. أجل، والأولاد أيضاً. الأولاد؟ هل هؤلاء الأولاد؟ لم أعد أتسكع مع اليايا. تباً كنوبا، من أين اشتريت هذا السروال الوردي الرائع؟ اسمعي جيجي، توقفي عن قرصي. كنوبا، هل هذا حذاء يزيهل الأصلي أم المزيف؟ اسمعي جيجي، كل ما أملكه أصلي، أنت من ملابسها مزيفة. تباً جولي، كنوبا فظة جداً. إنها تماماً ما نحتاجه في عصابتنا. كنوبا، لنكن أصدقاء، سأدعك تستعملين عطري. استعمليه بنفسك ودعيني وشأني. تباً، أنت وقحة جداً ولئيمة. أرتم، هل رأيت كيف تعامل البنات؟ أنا أطلب منها الانضمام لعصابتنا. أها، كنوبا، هل تنضمين لعصابتنا؟ في عصابتكم؟ لا، ليس هذا ما أريده. أوه كنوبا، مرحباً، كيف حالك؟ مرحباً شباب، أنا بخير. في الواقع سئمت من أولئك، إنهم يخيفونني. يخيفون الجميع، دعونا وشأننا. لندعهم، وإلا سيرفضون أن يصبحوا أصدقائنا. هل هم أصدقاؤك؟ هل نحن أصدقاء شباب؟ لا. رأيت هذا؟ أجل، يتصرفون كأنهم رائعين. بنات، انظروا لهذا. تبا، لقد جمعت كنوبا كل الناس من حولها مرة أخرى. أجل، فأرة صغيرة. حسناً، ليست صغيرة جداً. لياليا، انظروا لتلك الجزرات، خرجوا من الحمام. هذا مضحك، علينا أن نتذكر هذا الاسم. ماذا؟ بماذا ناديتنا للتو كنوبا جزرات؟ نحن مشجعات، وصدقين لن تقتربي منا مرة أخرى. فجلة. اسمعي أيتها الفأرة، ليس لأن هذا الحشد حولك يعني أنك رائعة. اذهبي وتباهي في مدرستك. في مدرستي؟ هل نسيت أنني قضيت 7 سنوات هنا؟ لقد غيرت المدرسة بسببكم، لكن يمكنني العودة. أجل عودي، سنكون أصدقائك الإخوة. بنات، هل رأيتم هذا؟ ديموشكا، هناك شيء لم أفهم. هل أنت معجب بكنوبا الآن؟ ألم تعد معجبا بي؟ إذن ألن تلاحقني بعد الآن؟ لا ديانا، كنوبا رائعة كصديقة فقط، ما زلت أحبك. تبا ديما، هل تخاف من ديانا؟ لا كنوبا، إنه يحاول تجنب الصراع. بقينا هنا، لدي فرصة لأكون مع كنوبا. تبا ديما جبان، ظننت أنه سيري لديانا بعد الشجاعة. ما روسيا، هل الآن فقط أصبح ديما جبان؟ إنه ليس جبان، انظروا لخوذته تلك. رائع ديما، أتريد أن نذهب معا للمطعم في الاستراحة القادمة ونشتري الكاكاو؟ ديانا، هل أنت جادة الآن؟ أود ذلك. ديما، من الأفضل أن ترفض. جيد ديما، إذا أراك في المطعم في الاستراحة القادمة. كيف، هل سمعت؟ سألتقي معها بالمطعم، سنشتري الكاكاو. لقد كنت سخيفا حقا، لقد استغلتك فقط. كنوبا لا أهتم، أنا أحبها. كانت لديك فرصة لترفضها. تبا ديما، قصتك مع ديانا تعيد نفسها. حسنا بنات، أظن أنني عرفت الآن كيف سنحدث ضجة. كيف؟ سأواعد شابين في الوقت نفسه. من؟ ماذا تقصدين بمن؟ ديما وسمايل؟ ماذا إن اكتشف سمايل؟ كيف سيعرف؟ لن نخبره أبدا. لا بنات، الأساس هو أن يعرف الجميع ذلك، وأنا سأصلح الأمر مع سمايلك لاحقا. صحيح. صحيح. عندها لا أحد سيتسكع مع كنوبا. ديانا، أنت ذكية جدا. حسنا بنات، جميع من في المدرسة سينسى أمر كنوبا وستذهب من هنا. أوه سمايلك، السمك كان لذيذا. أحببت حساء البازيلاء. سمايلك، مرحبا. سمايلك، هل أكلت حساء البازيلاء مجددا؟ أجل، لماذا؟ سمايلك، ألم أطلب منك ألا تأكله عندما تلتقي بي في المدرسة؟ ماذا، إنه طبقي المفضل. اسمع سمايلك، إذا المرة القادمة سأكل الثوم. أوه بروفاستي، هل أكلت السمك مجددا؟ أجل فعلت. أوه تبا بروفاستي،
لا أفهم، لا أفهم من سرق قلمي ذو النجمات مجدداً. إنه يساوي 5 دولارات. ليال يا هل جننتي؟ لا أحد يحتاج قلمك المغلف بالنجوم. لا نحتاجه حقاً، هذه هي نجومنا الحقيقية. تباً بنات، هل أتفقد حقائبكم؟ أين قلمي؟ حسن البنات، اهتموا بمشكلة أقلامكم ونحن سنتدرب. أراكم في الاستراحة القادمة شباب. وداعاً وداعا سمايلك. أراك، لا تأكل حساء البازلاي مجددا. أجل وأنت لا تأكل السمك. بنات هيا أروني حقائبكم. تبا ليالي، ها قد بدأنا مجددا. هيا انظري، لا يوجد شيء. حسنا بنات، لكن من الأفضل ألا تلمسوا قرطاسيتي. دعيني وشأني. ابتعد. تبا سئمت من هذه الفتيات، هيا لنخرج. أها، بعيدا عن هؤلاء. تباً بنات، سئمت من هؤلاء الأواجل. أوه كنوبا، مرحباً. أوه هل انتهت الحصة؟ لما تجلسين هنا؟ هل تنتظرين أحد؟ كنوبا، ما رأيك بأن تنضمي لحصابتنا؟ سنستمتع. سأذهب لمدرستي الآن، لدي امتحان في التاريخ، لكن سأفكر بالانضمام إليكم. تباً ديانا، هذا جنون. لما ستقبلين ديما أمام الكاميرا؟ بنات أنتم لا تفكرون حقا، لأنني أريد أن تراني المدرسة كلها أقبل ديما. وماذا بعد ديانا؟ سمايلك سيراك. ليس فقط سمايلك بل المدرسة كلها. ديانا وماذا بعد؟ تباً بنات، وبعدها سأضم سمايلك أمام الكاميرا أيضا، والمدرسة ستشاهد ذلك. لكن الجميع سيظن أنك تواعدين شابين في الوقت نفسه. أجل بنات، أراهن أنني سأحدث ضجة، والمدرسة كلها ستنسى أمر كنوبا وسيتحدثون عني فقط. ديانا هل أنت هنا؟ مرحبا ديما، أنا هنا. بنات حاضر موافقا ديما. ديما لقد اشتريت لك الكاكاو اللذيذ. ديانا هل أنت جادة؟ سنتصالح. بالطبع سنتصالح ديما، تعال هنا. ديما هيا اقترب، لا تخجل. ديانا أنا سعيد. أنا أيضا سعيدة لأنك جئت. حسنا هذا يكفي. شباب شباب، هل رأيتم هذا؟ هل رأيتم؟ رأيته. ديانا أنا سعيد. ديما أنا أيضا سعيدة لأنك جئت. ديما اشتقت لك كثيرا في كل هذا الوقت الذي كنت فيه مع سمايلك. ديانا أنا سعيد. ديما أنا أيضا سعيدة لأنك جئت. ديما اشتقت لك كثيرا في كل هذا الوقت الذي كنت فيه مع سمايلك. تبا ديانا حقا جريئة جدا. إنها تفعل الصواب. كنوبا عليها أن تندم على الأفضل وأن تذهب وتتباهى في مدرستها وليس هنا. تبا ما هذا؟ يبدو ذلك. أفهم ديانا مع من الآن؟ جيجي لا يمكن أن يكون هذا صحيح، ديانا كانت تتسكع مع سمايلك. حسنا لقد كانوا معا، لكن الفيديو يبين عكس ذلك. انتظروا انتظروا، أريد أن أرى إن كانت ستحضنه. انظري. أجل لقد تعانقوا. تبا لقد تعانقوا. إذن ديانا هجرت سمايلك. حسنا بنات، لقد فكرت جيدا، سأنضم لعصابتكم وربما أتحول لمدرستكم. آها حسنا بنات، ديانا وديما عادوا مرة أخرى. تبا لكنها كانت تواعد سمايلك. سنعود كما كنا. لا يانا، ما زالت تواعد لاعب كرة السلة. شغل الفيديو مجددا، أريد أن أراهم يتعانقون. خذ باتريك انظر. اسمع بروفاسي، أيمكنك أن تدعنا؟ أريد أن أتحدث مع سمايلك، إنه أمر خاص. أجل ديانا لا مشكلة، هل يانا في المطعم؟ أجل إنها هناك، يمكنك الذهاب عندها. كل ما في الأمر سمايلك هو؟ أجل ديانا ماذا؟ كل ما في الأمر سمايلك، أردت أن أخبرك بهذا منذ مدة، أنا أحبك. ديانا أنا أحبك أيضا. كل ما في الأمر سمايلك، أردت أن أخبرك بهذا منذ مدة، أنا أحبك. ديانا أنا أحبك أيضا. تبا هل ما أراه حقيقي؟ لقد تمادت ديانا كثيرا. هل عادت لسمايلك؟ يا إلهي يا إلهي يا إلهي. تبا ما هذا الذي أراه؟ ديانا ماكرة، تريد أن تحظى بالاهتمام كله. سأكون في عصابتكم وسأتحول لمدرستكم. لقد تمادت ديانا يا إلهي لا وقت لنا. كنوبا دعينا وشأننا. شباب لما أنتم متجمعون هنا؟ ما الذي يحدث؟ تبا هل علت سمايلك؟ ديانا هل أتي مع سمايلك أو مع ديما؟ أو أنك تواعديهم معا؟ شباب هذا ليس من شأنكم، سمايلك هيا. ديانا ماذا؟ ما دخل ديما؟ سأشرح لك كل شيء لاحقا، قمت بهذا لأحدث ضجة فقط. لتحدثي ضجة؟ أجل لأحدث ضجة. شباب لا تفعلوا هكذا أبدا، ولا تتباهوا في مدرستكم. دعوا إعجابا واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس.
أراكم وداعا للجميع.